اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احب ارحب بكل متابعيني واقول لهم ان انتوا دايما مشرفيني ومنوريني وجودكم على راسي من فوق. لو انت اول مره بتشوفيني انا نهله، ودي قناتي يوميات ومطبخ سلمى. اتمنى ان انت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان كل حاجه جديده اعملها توصلك باذن الله. النهارده الفيديو بتاعنا مشتريات لعيد ميلاد سلمى. اشتريت خامات بسيطة جدا بأسعار بسيطة جدا. الخامات دي هتطلع لنا أفكار جميلة جدا جدا جدا. مش هتحتاجي أبدا 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 لمنظم حفلات، وهتوفري على نفسك فلوس كتير جدا. خلاص تعالوا بينا بقى، يلا اعمليه بس أهم حاجة اللايك للفيديو. يلا تعالي وشوفي المشتريات والخامات اللي هتطلع لك حفلة عيد ميلاد بنتك أو ابنك، أو أسبوع عيد ميلاد ابنك أو بنتك، ملهوش حل. بصوا لوحة الأرقام دي سهل جدا جدا تنفيذها في البيت، تمام؟ وأنا معايا فون كتير جدا أقدر إن أنا أنفذها، بس أنا ما عنديش ولا قطر رفيع ولا مقص رفيع عشان أعملهم يعني. فلو عملتهم بالقطر والمقص اللي معايا هياخدوا مني وقت، وأنا لسه قدامي افكار كتير يعني عايزه اعملها وكده، فقلت خلاص بقى اشتريها جاهزه وخلاص. وبعدين مش غاليه يعني، الواحده عامله 5 جنيه. جبت ورق الفوم ده. ورق الفوم ده فيه منه نوعين، نوع بيلزق ونوع ما بيلزقش. النوع ده انا جبته بصراحه باستعجال، ولما روحت البيت لقيته من النوع اللي ما بيلزقش. خلاص انا بفضل طبعا النوع اللي بيلزق. عايزه اقول لكم ان ده كان السنه اللي فاتت سعره بيتراوح من 10 ل 15 جنيه. السنه دي سعره غلي، اللي بيلزق ب 25، والنوع اللي ما بيلزقش دوت ب 20. في نوع بقى خالص فون جليتر، ما اقصدش بقى اللي بيلزق واللي ما بيلزقش، لا في نوع ماركه كده يعني طالعه، او مش ماركه، ما فيهوش الورقه الملونه ديت. الفوم نفسه، الفوم جليتر نفسه بتاعه، الجليتر ده بيتقشر من عليه مش حلو يعني. فانا بفضل اللي جواه الورقه الملونه دي، لان انا جربت بصراحه التاني ما كانش حلو. هو ارخص من ده بكتير، تمام؟ بس بصراحه لا ده احسن يعني وانضف. دي ما بتلزقش، كانت قلت لكم عامله الواحده 20 جنيه، اللي بتلزق بتاعتها 25 جنيه، في من جوه 10 شتات. جبت كمان دوت ما بيلزقش برضو، دوت لونين. انا مش هوريكم لونين برشا ما احرقش المفاجاه وكده، وما احرقش تحضيرات الفيديو. ده الفرخ الواحد كبير، يقدر يخليني اعمل بيه افكار كتير جدا. الفرخ الواحد عامل 10 جنيه. بصوا بحنفذ بيه افكار كتير يعني، هيوفر عليا حاجات كتير قوي. بصوا دول 3 شخصيات كرتونيه، فيهم 2 شبه بعض وواحده مختلفه عنهم. طبعا طلعتهم من اكياسهم عشان اشوفهم وكده، عشان كده اضطريت ان انا احطهم في الاكياس دي عشان ما يتخربشوش او ان هما يتخرموا مني او كده. طبعا مش هوريها لكم ولا هقول لكم برده الشخصيات ايه عشان ما احرقش الفيديو بتاع التحضيرات وبتاع عيد الميلاد. دول 3 شخصيات، الشخصية الواحدة كانت عاملة 15 جنيه. دول طبعا الشخصيات اصلا اللي هي بتحبها، فانا زي ما قلتلكوا حطيتها في الاكياس دي كده عشان خاطر ما يبوظوش يعني، ده مش ورقهم اصلا. تعالوا برضو نشوف جبت ايه تاني مع بعض. بصوا دي البالونة دي، كنت جايبة حاجات من محل عم سلمى اللي هو اخو جوزي وكده، فادانا دي هدية على الحاجات اللي احنا اشتريناها. كنت جايبة منه اطباق كده اللي هي الاطباق الفل ديت، هتشوفوها برده معايا في الفيديو. دي ما فيهاش اي فكرة خالص، دي شفافة كده. الاحمر ده الحاجات دي انت بتركبها لها لو موجودة عندك، لكن هي بتبقى شفافة عشان تديكي ان انت تعملي كذا فكرة فيها يعني. فسعرها بصراحه مش عارفه، لان هو كان مديها لنا هديه على المشتريات اللي كنا جايبينها منه، وحورها لكم. جبت برضو البكره اللي هي الورق بتاع الحلواني ده، مش عارفه والله والله اسمه ايه. دي ب 5 جنيه. دي انا بعمل بيها ستاند البالونات، لان انا ما بعملش ستاند بالونات على اي حاجه، انا بعمله بس كده، هو بيبقى ماسك نفسه. هتشوفوه برضو معايا في الفيديو بتاع طريقه عمل ستاند البالونات. دي كانت الواحده عامله 5 جنيه. جبت كمان الكور السودا الصغننه دي، الحبه دول جايباهم ب 10 جنيه من سوق من حاره المزين في العتبه.
تمام. برضو عايزاه لان انا عايزه اعمل بيه افكار. هو في منه اكياس كبيره فيها منها الوان، كان الكيس بصراحه في 80 ب 80 جنيه، وكيس ب 50 جنيه. فانا بصراحه ما جبتش الملون، انا كنت محتاجه لون واحد بس اللي هو ده، فدوت الواحد عامل الحبه دول يعني عاملين 10 جنيه. جبت كمان الكيس بتاع القصاقيس الملونة دي، عايزة اقول لكم الكيس ده الواحد عامل 10 جنيه، مش فاكرة والله، او 5 جنيه. عايزة اقول لكم انا عايزاه عشان عيد ميلاد سلمى، هيكون في تحديات وفي مفاجآت، في حاجات كتير جدا جدا هتبسطكم. فانا جايبة الورق القصاقيس الملون دوت عشان عايزة اعمل بيه افكار كتير يعني. ده مش فاكرة والله زي ما قلت لكم الكيس كان ب10 جنيه او ب5 جنيه، حاجة كده. ده الكيس ده بتاع الكور اللي هي الفوم دي ملون، بصوا فيه الوان كتير جدا. الكيس الكبير ده كله عامل 10 جنيه، تمام. انا محتاجاه بحطه في البالونات الشفافة وبعمل بيه افكار وكده، بيكفيني في كذا حاجة يعني. هو يعني لو سلمى سابته في حلو هيكفيني كذا مرة يعني. جبت كمان المتر دوت، المتر دوت كنت جايباه من نفس المحل اللي جبت منه الكور السوداء الخيط. المتر دوت عامل 7 جنيه ونص. كنت جايبه الحاجات دي زي ما قلت لكم من حاره المزين. جبت المتر ليه؟ عشان خاطر اخد المقاسات والفينش بتاعي والشغل بتاعي يكون كويس جدا، واخد في يعني نتيجه كويسه اول ما اخلص الشغل بتاعي يعني وكده. زي ما قلت لكم دي الواحده كانت عامله 7 جنيه ونص، فجبت متر واحد بس. جبت كمان البالونات، انا مش هحرق برضو الوانها، تمام. انا هدخل السنه دي زي السنه اللي فاتت، هدخل لونين في بعض بس طبعا مش نفس الالوان بتاعت السنه اللي فاتت. بتبقى بصوا تحفه لما بتدخلي لونين بس غير ما بتدخلي الوان كتير. هيعجبكم جدا ان شاء الله الفيديو، وهتوصلوه انا عارفه ومتاكده هتوصليه ان شاء الله الفيديو بتاع عيد الميلاد، اللايكات كتيره قوي وترفعوا لي الفيديو باذن الله. ده الكيس ده كان عامل الواحد عامل 35 جنيه، في 100 بالونه، في ناس بتبيعه ب45، في ناس بتبيعه ب40، بس انا خدته ب35 جواه 100 بالونه. دي بالونات ميتاليك ليها لمعه كده، من انضف الوان بالونات، واسمها فيشر بالون. نيجي بقى على 4 بالونات ملونين الكيوت الصغيرين دول، انا عايزاهم عشان اعمل بيهم فكره كده. الاربعه دول ب10 جنيه، هعمل بيهم فكره كده جديده يعني، فما لقيتش منهم الوان اللي انا عايزاها، فهي هو ده كده بس تنكيس في الالوان دي كلها. زي ما قلت لكم ده الكيس عامل 10 جنيه. ده توبر كيك او كيك توبر، دوت بيتحط في التورته. هو مش شمعه، هو كده ليه شكل كده، هو بصوا عامل زي المرايه كده. في منه لونين، في اللون ده السيلفر، في لون الجولد. انا جبت سلمى السيلفر. ده بيتحط في التورته كده، وعليه بصوا تاج كده من فوق بالجليتر، شكله حلو قوي، تحس ان هو ايه تاج برنسيس كده. جبت لها برده الماجيك كاندل دوت. بصوا فيه الاعداد اللي بتتحط فيه في التورته، بس انا مش هستخدم الاعداد دي لان انا جايبه لها اصلا السنه اللي فاتت اعداد عليها شخصيه صوفيا، فبعد ما خلص عيد الميلاد خدتها غسلتها ونشفتها وشلتها، فمش هرمي برضو الاعداد البلاستيك دي، اكيد ليها استخدام عندي يعني. جبت لها برضو الشمعه دي عليها رقمها. بصوا تقدروا ان انتوا تحطوها في التورته بالكلمه اللي تحت بتاعت هابي بيرثدي دي، وتقدروا ان انتوا تفكوها يعني، هتاخدوا الرقم بس وتحطوه عادي. دي كانت الواحده عامله 10 جنيه، وشكلها بصوا مميز يعني، مش تقليدي زي اللي بتاع اللي احنا عارفينه يعني. السنه اللي فاتت كنت جايبه لها نمبر 3 بس كان موانا، السنه دي جبت لها دي كده. جبت لها برده دي مكتوب عليها احلى بنت، دي برده كانت عامله 10 جنيه. كنت جايبه رقم 4 دوت او احلى بنت عشان احطهم في التورتتين وكده. بس فانا في المحل اللي اشتريت منه الحاجات دي اداني فروزن دي هديه، فلقيت فبصراحه ما رضيتش ارجع اللي هي مكتوب عليها احلى بنت وكده،
اول حاجة اتحركت، تاني حاجة ما بحبش ارجع حاجة، تالت حاجة قلت اكيد ليها فكرة تانية يعني. فبصوا حسيت ان الاتنين دول ماشيين مع بعض اكتر من اللي هي الحمرة دي معاهم يعني، فقلت اكيد الحمرة دي هعمل بيها حاجة يعني، اكيد ليها فكرة عندي تانية. اهو بصوا حسيت الاتنين ماشيين مع بعض، فبصراحة فروزن دي مش عارفة بكام. في كمان بحب، بصوا قبل اي حاجة، قبل ما اقولكم اللي كنت هقولهولكم، بصوا دوت الشمع رفيع، عشان انا المسدس بتاعي اصلا صغير فما كنتش بلاقي الشمع بتاعه ده، فجبت 10 شمعات. المسدس اللي ظهر معايا في الفيديو بتاع عروسة المولد ده بصراحة كنت اخداه من حماية، لان انا ما كنتش لاقية شمع للمسدس بتاعي، فقلت اخد منه يعني المسدس بتاعه خلاص بيه الفيديو يعني. فلقيت الحمد لله شمع للمسدس بتاعي، فلو عارفة لما تشتروه بالكيلو على فكرة ارحم بكتير واحسن وارخص واوفر من ان انتوا تشتروه بالواحدة. انا صراحة اشتريته بالواحدة لان ظروفي حاليا ما تسمحش ان انا اشتري الكيلو على بعض يعني. جبت كمان الكوبايات اللي هي الكرتون دي للاطفال، دي فيها مش عارفة فيها 10 او 12 ب7 جنيه ونص. جبت كمان الشوك دي، الحاجات دي بقى بصراحة مش انا نزلت جبتها، جوزي اللي نزل جابها، فبصراحة ما اعرفش اسعارها ايه. جبت الشوك اللي هي جاب لي يعني هو الشوك الملونة دي ومناديل دي، قلت له انا عايزها عليها رسومات اطفال بتاعت عيد ميلاد وكده، فقال لي ان هو ما لقاش غير اللي هي السادة دي، فقلت خلاص بقى مش مشكلة، انا كده كده عندي من السنة اللي فاتت مرسوم عليه يعني حاجات لأعياد الميلاد يعني، فقلت هكمل بيها يعني، وقلت كده كده مش هيخسر دي مناديل وتنفعني في المطبخ وكده. وبرده بصوا انا بحب اي طفل يجي يحضر عيد ميلاد سلمى، بصراحة بحب امشيه من عندي مبسوط يعني، يعني الفرحة والانبساط بتبقى للطفل اللي هو بتبقى عيد ميلاده وكده، بحب برضو ادخل الفرحة في قلب الاطفال اللي بتيجي تبسط بنتي وبتبقى حواليها في عيد الميلاد، فبحب اعمل افكار دايما للاطفال وتوزيعات لعيد الميلاد. كنت السنة اللي فاتت عاملة لهم فكرة بالكوباية دي، السنة دي هعمل لهم برضو افكار جديدة، بس قلت ايه اجيب الكوباية احتياطي احتمال احتاجها في حاجة برضو، بصوا بالشاليمو بتاعها. بصوا دي انا كنت جايباها من الناس اللي هم في العتبة اللي بيبيعوا الخامات بتاعة الحلويات، دي فيها 5، الخمسة دول عاملين 10 جنيه. فيها في عنده شخصيات كتير، في ميكي ماوس، ميني ماوس، في موانا، في ميشا، في حاجة كتير جدا. انا اخترت الشكل ده عشان هيكون مناسب اكتر مع الديكور اللي انا هعمله. ده زي ما قلت لكم كيس فيه 5 ب10 جنيه، فانا جايباه دي اصلا عظام يعني، انت لما تيجي تسالي عليه قولي له عايزه عيدان المصاصه اللي بالشخصيه الكرتونيه هي اسمها كده، هيديها لك الكيس ده. انا برضو جبته عشان هعمل بيه زي ما قلت لكم افكار للاطفال. برضو دوت جوزي جابه مع الحاجات اللي هي مع كوبايات البلاستيك والمناديل، انا قلت له برضو عايزاه يكون خاص بعيد الميلاد، قال لي ما فيش غير الاثنين دول، الاثنين دول حاجه سيده كده، فقلت له مش مشكله انا برضو عندي من السنه اللي فاتت هكمل بيهم. طبعا ما اشتريتش تراتير لان تراتير الفوم غاليه جدا، فهعملها برضو في البيت عشان انتوا اكيد مستغربين انا ما جبتش تراتير بقى حاجات عيد الميلاد، فالخامات اصلا اللي انا جبتها دي هتطلع معايا حاجات كتير جدا جدا جدا، هنعمل منها افكار كتير جدا جدا في فيديو التحضيرات هتعجبكم كتير قوي. متنسوش تعملوا لي لايك وشير، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده وفكره جديده من يوميات ومطبخ سلمى. وما تنسوش زي ما قلت لكم تعليقات حلوه كده منكم، وان الخامات دي بجد هتعجبكم وهتطلع معانا افكار كتير جدا جدا انتوا نفسكم هتستغربوا منها. يلا ما تنسوش تستنوني في الفيديوهات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.